تقدر تلعب المباراة دي في ظل الضغوطات الكبيرة جدا دي يا كابتن محمود؟ هو بالفعل كان يمكن جالنا جواب قبل المجلس على طول، جواب من الاتحاد المصري، وبي يعني بي بيطلب فيه النادي الاهلي بصفته بطل الدوري يلعب مع بطل الكاس. احنا ناقشنا هذا الامر في مجلس اداره، ويعني قبل ما اتكلم فيه او اتكلم في هذا الموضوع يعني احب ان انا اقول بس نتذكر مع بعض، لان في ناس الحقيقه المفهوم عندها كان خاطئ شويه. نتذكر مع بعض من يوم 29 او 28 سبعة اخر شهر سبعة جالنا جواب برضه نفس القصه، جالنا جواب من الاتحاد المصري وكان طالب فيه ان احنا نلعب مباراه السوبر السعودي مصري السعودي. احنا ما اعترضناش، الناس ترجمت الكلام ده بشكل خاطئ جدا، احنا ما اعترضناش، احنا بالعكس كنا موافقين، بس احنا قلنا ساعتها ان بطل الدوري يلعب مع بطل الكاس على ملعب بطل الدوري والعكس صحيح. وكمان قلنا بما يتناسب ومواعيد النادي الاهلي، انك ما تضغطنيش بقى، يعني ما تضغطنيش بقى كمان يعني نحط مباريات، انا عندي اهتمامات يعني مباريات مهمه جدا اللي هي في البطوله اللي بتاع الدوري المحلي، لكن الاهم كمان البطوله الافريقيه. فيجب تنسيق المواعيد. ده اللي كان ده اللي احنا قلناه، لكن احنا ابدا ما رفضناش ابدا ان احنا نلعب مع اشقائنا في السعوديه، بالعكس احنا كنا موافقين من اول يوم. وعشان كده احنا كمان يمكن اللي مضايقني في الموضوع دوت او يعني مخليني ان احنا الناس ترجمت هذا الامر بشيء مش سليم، وفي نفس الوقت في بعض الناس للاسف استغلت دوت، واستغلوا ده لي يعني يوسعوا الفجوه دي ما بيننا وبين اشقائنا، وده شيء بالنسبه لي ما مش وارد خالص، لان احنا كان من اول يوم نفس راينا، هو نفس راينا النهارده برضه، ان احنا لما يكون لو قدرنا ننسق هذه المواعيد اعتقد ان احنا ما عندناش مشكله ابدا ان احنا يعني نأدي المباراه. الحقيقه المباراه كمان العلاقات التاريخيه اللي حصل النهارده بقى التنسيق ده حصل ازاي؟ حصل ان جه السيد رئيس اتحاد الكوره المهندس هاني بوريده وقعدنا مع بعض من يومين كده، وكان نفس الموضوع اول امبارح على طول. يعني قلت له بص يا هاني احنا محتاجين نفس الكلام تنسيق، انا مش هقدر العب مباراه مضغوطه يعني. عشان كده الحقيقه النهارده بعتوا لنا الجواب، انا شايف ان هو جواب مهم جدا او خطاب مهم جدا، لانه حدد فيه بقى المره دي مواعيد، ساب لنا احنا اختيار الميعاد امتى، وحدد كمان ان هو اي ميعاد بعد دوت بعد اللقاء ده ان اي ميعاد للنادي الاهلي هيتم مراعاه التنسيق اللي يكون في مده مناسبه لبطوله للمباريات المؤجله بتاعه الدوري العام. فالنهارده كان في 22 عندنا مباراه مع الوصل الاماراتي في الامارات، جواب اتحاد الكوره ان احنا نلعب 26 او 27 او 28. كويس، اعتقد ان احنا لازم ناخد راي الجهاز الفني هلعب اي يوم من دولت، والمباراه اللي بعديها برضه هيبقى في مراعاه من اتحاد الكوره ان احنا تبعد شويه عن اللقاء. هو ده اللي كان مطلوب من الاول، يعني احنا من البدايه هو ده طلبنا، احنا ما طلبناش حاجه تانية. ولكن جماعه النادي الاهلي بصفته الرياديه بالنسبه الرياضيه العربيه، كويس، وباسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي لازم النادي الاهلي يكون ليه دور في حتى ال 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 الترابط او يعني العلاقات المميزه جدا بين شعبين الحقيقه بتربطهم علاقات كبيره جدا، مصر والمملكه العربيه السعوديه. فطبعا احنا في اذا استمر هذا او مش هذا المباراه دي بنرحب باخواننا نادي الاتحاد ان شاء الله، وهنكون في استقبالهم ويكون ان شاء الله مباراه على مستوى عالي.